انقلاب العضل. ان ناس انا لا اصدق فاطميتهم ولا اصدق رماديتهم الكبرى والعظيم. سلخصت واحد زي محمد عبد العزيز في لجنة الخمسين، وازاي كان بيكلمني، وازاي كان كل شوية راجع معايا. توفيق عبد الناصر عبد الدستور كان هو وابني محمود الاثنين ده، وفي مواد اتحطت في الدستور، ويقول لك محمود كان بناء على كلامي معه هما الاثنين. كل ان هو شايف في انتخابات معينه اللي هي الرئاسه اللي انا شايفها محزومه، ويقول الشعب حزمها من يوم 26 يوليو، من يوم 26 يوليو والانتخابات دي محزومه. اخواني الانقسام اللي انتم بتعملوه ده النهارده لازم نبص لقدام. انا ما بصش لانتخابات الرئاسه، انا ما بصش للرابعة انتخابات الرئاسه. انتخابات الرئاسه يوم تقول عداء عبد الناصر. الاختلاف الرأي يثبت ان انت قضيه خلاص. هو حتى لما راحوا يعيدوا كام بدر، راحوا يعيدوا واحد عميد الجمهوريه. يا جماعة أنا كل واحد حر، الشعب حجر أمره في موضوع البشور السيسي ده، موضوع اتحجر وحجر مساعد مصر لما نزل 30 مليون يوم 26 يوليو بناء على رضا الفريق السيسي وفيها البشور السيسي عليها. النهارده انا برفض اي خلاف من اي شباب قومي عربي مصري، برفض اي انشقاق في سقف القومي العربي المصري. لازم نتعلم من اللي حصل في التسعينات، ولازم نتعلم من اللي حصل بعد كده. النهارده موضوع الرئاسه اللي انتم بتتخانقوا عليه ده موضوع حسن محزون. النهارده لازم نتجمع على ما بعد الرئاسه، لازم نعرف ان بشير السيسي وعلى الفريق السيسي وقتها ان هو اول ما ركب الاستقلال الوطني واول ما راح امريكا. لا انت ما عندكش خلاف ال 40 سنه لما القضيه قالت 99% من العراق كلهم الله يعافي العراق كلها بقى قرطوره النهارده، ما فيش كلام عليه.